وعلياه وسيداه عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد على الراس هو وتوارده بسيوف الناس شبق على المار ويلي والمارفة شبق على المهر لبى ليودي لابوه حسين عن القوم يحمي اثار المهر للعدوان فربي وجباه بموسط العسكر شبق على المهر لبى ليودي التفتوا يا إخوة يا مؤمنين مصيبة علي الأكبر مصيبتان في المقتلة الأولى عندما أصابه اللعين العبدي بسيفه والمصيبة الأخرى عندما احتضن فرسه سال الدم على عيني الجواد الجواد بدل أن يحتمله إلى مخيم الحسين احتمله إلى معسكر الأعداء شبق على المهر لبى ليودي لابوه حسين عن القوم يحميه أثار المهر للعدوان فربي وشبقاه بموسط العسكر هذا يطعن بسيفه وريده هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصليده وهذا يغط من رمح الحديده وهو يعالج ويفغار ندى يا حسين هذا الساع جدي سقان الماي وروى عطش جبدي يقول اسرع تراك اليوم عندي جاه حسين يصيح الله أكبر يا ابويا من قطع يا امك وني يا ابويا من سماع يا امك وني ومن شبح لعندي الموت إلى العشرين ما وصلن سنين ياك وحاتفني عليك الدهر لقشر وضع خده على خده ونادى ولدي علي على الدنيا بعدك
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله، اشف مرضانا